سايبر سيكيورتي بارك. أهم وحدث الأخبار والمسجدات في عالم الأمن السيبراني في نشرة أسبوعية تأتيكم برعاية سايبر سيكيورتي بارك. مايكروسوفت تصدر تحديثاً لديفندر الخاص بأوفيس 365 لحماية العملاء من تهديدات البريد الإلكتروني المضمنة أثناء معاينة رسائل البريد الإلكتروني المعزولة. سيسكو سيستم تصدر 6 تحديثات أمنية مرتبطة بمعدات الشبكة المتطورة من سلسلة 9000 والتي تعالج ثغرات حرجة وعالية ومتوسطة الخطورة. وF5 تعالج أكثر من 12 نقطة ضعف خطيرة في جهاز شبكات بيج آي بي الخاص بها، بما في ذلك ثغرة واحدة تم تصنيفها على أنها خطيرة للغاية في ظل ظروف محددة. سايبر سيكيورتي بارك نشرة أسبوعية من عمان داتا بارك.